برمجته معنا في العرض فهو كان يتمحور حول شقين. الشق الأول هو متعلق بالإحصائيات حول هذا المترشحين الذين سيجتازون امتحانات نيل شهادة البكالوريا السنة الأولى، والذي سيجرى أيام 1، 2، و3 أكتوبر بقطبيه على موزعين على 15 مركز. بالنسبة للإحصائيات كيف شتوها، فعندنا 3090 مترشح ومترشحة. بالنسبة للتدابير الاحترازية اللي قامت المديرية باتخاذها، فقد تم توفير المعقمات، توفير الكمامات، توفير مواد التنظيف، كما قد تم التنسيق مع المجلس الإقليمي لتعقيم المراكز طيلة أيام الاختبارات. بالنسبة للإجراءات اللي خدتها المديرية داخل مراكز الامتحان، وهو اتخاذ 10 مترشحين في كل قاعة امتحان عوض 20 اللي كان معمول بها سابقا. بالنسبة للتدابير الأخرى فهي الصرامة الكبيرة في عدم احترام هذا البروتوكول الصحي، يعني أي مترشح لم يلتزم بالتدابير المعمول بها فقد يحرم من اجتياز الامتحان، لا ضرا لأهمية السلامة الصحية لجميع المتدخلين في المراكز أكثر من اجتياز هذا الامتحان.